كل حاجة عن أملاح التريبل فوسفيت، يلا بينا. المسميات بتاعتها تريبل فوسفيت، تريبل فوسفيت كريستالز، امونيوم، مغنيسيوم فوسفيت، ستروفايت، كالسيوم فوسفيت، هيدروكسي ابيتايت، بروشايت، داي كالسيوم فوسفيت. املاح الفوسفات الثلاثيه. نيجي لازاي اتكونت الاملاح دي. هي عباره عن اتحاد جزئين، الجزء الاول عباره عن املاح وعناصر زي الكالسيوم والمغنيسيوم، والجزء الثاني هو مشتقات الفوسفور الفوسفرس. وتتكون عندي املاح الامورفس فوسفيت اللي هي عباره عن كالسيوم فوسفيت او مغنيسيوم فوسفيت، ودي التركيبه الاساسيه بتاعتنا. ممكن يضاف لها مجموعه امونيا مع المغنيسيوم مثلا وتشكل كريستالات مغنيسيوم امونيوم فوسفيت. يجي واحد ويسالني، الا هم سموها فوسفات ثلاثيه ليه يا سليم؟ ليه اسم تريبل فوسفيت؟ بيحرجني يعني. خلي بالك انت بتكلم مين. لا يا حبيبي، الشغلانه دي لعبتي، فلو انت عارف السبب قول لي في كومنت واكون شاكر ليك. بس هقولك، هو للأسف مش واضح في الكتب قوي، ولكن ربما لأحد الأسباب الآتية. السبب الأول ممكن عشان الفوسفيت معاها 3 كالسيوم. السبب الثاني ممكن علشان هما 3 كاتيون، أمونيا فوسفيت مغنيسيوم. السبب الثالث ممكن علشان شكلها ثلاثي شوية في الأبعاد الطرفية بتاعتها. السبب الرابع ممكن عشان متكونة من أمونيا وكالسيوم ومغنيسيوم. جاوبتك يا حبيبي. نيجي للشكل العام والخصائص. تحت الميكروسكوب شكلا هنلاقيها متعددة الأشكال، لونا هنلاقيها شفافة، حجما هنلاقيها مختلفة. التريبل فوسفيت والوسط بتتكون طبعا في الوسط القلوي وممكن المتعادل، ونادر جدا لما تتكون في الحمض الخفيف. مع ارتفاع القلوية بيتحول الكالسيوم فوسفيت من الصورة الدايبة إلى الصورة الصلبة، وتكون حبيبات الأمورفس فوسفيت، ومع وجود الأمونيا بتتشكل التريبل فوسفيت، لان البول فيه نسبة بسيطة اصلا من الامونيا. من حيث الشكل الفراغي فهي تابعة للأرث رومبيك سيستم. العامل الاساسي في تكوين الكريستالات دي هو تركيز الامونيا اللي بتعمل الكالانيزيشن للبول، اللي هيخلي البول قلوي وجاهز للتكوين اكتر من العامل التاني وهو هيدروكسيد الصوديوم. نيجي لأنواع التريبل فوسفيت. النوع الأول وهو التريبل فوسفيت، الفوسفات الثلاثية، ودي مشهورة جدا ولها 4 أشكال. الأشهر بيكون شبه التابوت أو النعش أو الكفن أو الهرم كده، شكله حلو قوي بس مش أحلى منك طبعا. اتفرج على الجمال والحلاوة، اتفرج اتفرج ما تتكسفش، تحفة تحفة سبحان الله. الشكل الثاني شبه الزائد وده نادر. الشكل الثالث على هيئة مكسرة حتت صغيرة فراجمنتس كده، وارد برضو تشوف الشكل ده. الشكل الرابع على هيئة مستطيلات فاضية طويلة كده زي ما انت شايف. النوع الثاني أمونيوم مغنيسيوم فوسفيت أو بيسموها ستروفايت، ودي شبه مشبك الغسيل تقريبا، ودي هيئة قريبة قوي للتريبل فوسفيت، وبيعتبروها تحور لها في احد اطوار نمو وتكوين الكريستالية، يعني دي مرحلة من تكوين دي، شكلها لطيف جدا. النوع الثالث الكالسيوم فوسفيت او الهيدروكسي ابيتايت او البروشايت او الداي كالسيوم فوسفيت، بتكون اما صغيرة او متوسطة ولونها شفاف ومرتبطة جدا بالتهابات المثانة ورجوع البول على الكلى، ولها شكلين. الشكل الاول شبه الوردة، وما تقلقش سهل التفرقة بينها وبين اليوريك اسيد الروزيت شيب، شكلها حلو جدا. الشكل الثاني شبه الابرة او عصيات المنشور او حراشيف التلج. ندخل على فقرة المتشابهات. ازاي افرق ما بين التريبل فوسفيت والكالسيوم اوكساليت؟ الكالسيوم اوكساليت مربعة ولازم بخط واحد، اما التريبل فوسفيت مستطيلة وممكن بخط واحد زي دي او بخطين زي دي، دي مربعة ودي مستطيلة. ازاي افرق ما بين الكالسيوم فوسفيت واليوريك اسيد اللي شبه الورد الاثنين دول؟ اولا عن طريق الوسط، اليوريك اسيد حمضي اما الكالسيوم فوسفيت قلوي، او عن طريق البولاريزيشن مايكروسكوبي، اليوريك اسيد هينور الفوسفيت لا. واخيرا الشكل بتاع اليوريك اسيد ده غالبا هتلاقيه اشكال اخرى لليوريك اسيد بتاكد لنا ان الورده دي يوريك اسيد. نيجي للاسباب والعوامل المهيئه لتكوين كريستالات التريبل فوسفيت. اول حاجه في بعض البكتيريا اللي بتعمل عدوى المجاري البوليه بتنتج مركبات قلويه زي الامونيا اللي بتخلي البول قلوي فبتشكل الكريستالات. تاني سبب وهو الجفاف، عدم شرب سوائل بكميه كافيه لترويه الكلى. السبب الثالث وهو زياده ترشيح الكلى للاملاح، وخاصة لما يكون في زيادة في تركيز أملاح زي الكالسيوم والمغنيسيوم.
السبب اللي بعد كده زيادة نسبة الأملاح في الدم، بتناول أملاح كتير في الأكل زي الموالح والحوادق. السبب اللي بعد كده حصل تغير في الوسط مع ارتفاع القلوية، بتتحول من الصورة الدايبة إلى الصورة الصلبة وتكون حبيبات الأمورفوس فوسفيت. ومن أهم أسباب الكريستالات أصلا هو قلوية البول اللي بتقلل ذوبان الكالسيوم فوسفيت، وده لأسباب كتيرة، ممكن بسبب الأكل زي الخضروات والأطعمة الغنية بالفوسفيت. فنيات حصري على قناة مسلم. حجم كريستالات التريبل فوسفيت حسب وقت تكوينها، فلو اتكونت بسرعة ونزلت هتكون صغيرة، أما لو اتكونت وخدت وقت جوه هتبقى كبيرة وبعد كده تنزل لي. ممكن نلاقيها عند المواليد، الأطفال، الكبار، فلا داعي للتساؤل. ممكن نلاقيها مع اللي مش بيشرب مية كتير. ممكن تقول للمريض عندك أملاح يا حاج، يقولك ازاي ده أنا مش باكل أي حاجة مملحة. هقوله راجع الأسباب. كل الأنواع بتاعتنا علاجها واحد ومش هيفرق مع الدكتور أي نوع، فممكن تكتب تريبل فوسفيت وخلاص، لكن لو حابب توضح وتقول دي تريبل فوسفيت أما دي كالسيوم فوسفيت أما دي والله أمونيوم مغنيسيوم فوسفيت، تسلم قوي، ولكن في النهاية كلهم واحد، ممكن تقول عليهم تريبل فوسفيت. لو جينا لمخاطر ومضاعفات ومشاكل يسببها التريبل فوسفيت، ممكن اقولك ان هو بيترسب في المفاصل ويسبب وجع الرجلين، او يترسب تحت الجلد ويسبب حكة وهرش، ممكن يترسب في الكلى ويعمل حصوات. نيجي لفقرة انصح مريضك بالالتزام بتعليمات الطبيب المعالج. هنزود من شرب المية علشان نحسن تروية الكلى، هنشرب عصير الليمون كتير، هنقلل من ونبتعد عن المشروبات اللي زي البيرة والخمرة والهوت شوكليت والشوكولاتة عامة، اي حاجة فيها كاكاو، والمشروبات الغازية والمشروبات المصنوعة مع الحليب والشاي المثلج والمشروبات المعبأة فيها فوسفيت ومنتجات الألبان والزبادي والجبن والقشطة والكاسترد والبوزة والآيس كريم واللبن وبروتينات زي المحار والسردينة وكبد المواشي وكبد الفراخ وبطارخ السمك واللحوم وأكلات تانية زي حلاوة بالشوكولاتة والكراميلا والبيتزا والخميرة البيرة، ونبعد الأكلات اللي فيها موالح أو حوادق أو أي نوع أملاح عامة. نبذة بسيطة عن العلاج، ربما الدكتور يوصف أي دواء يقلل قلوية البول زي فيتامين سي، ولو في بكتيريا في البول نتابعها ونعالج أي التهابات مجاري بولية. ولو أنت من هواة الكومنتينج على التقرير بتاعك، لو لقيتها ممكن تقول كريستال يوريا أو فوسفات يوريا. مع السلامة.